أعزائي المشاهدين تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم، مستمرين وياكم وهذا البرنامج أهلنا في رمضان من خلال شهر رمضان الفضيل، أعاد الله علينا وعلى المسلمين بالخير والبركة. أعزائي المشاهدين، رغم كل الظروف اللي تحيط بينا ويعني كثير من الصعوبات اللي لاقيها، لكن إن شاء الله فضائية صلاح الدين مستمرة ويا عوائلنا ويا أهلنا حتى نشوفه بهذا الشهر المبارك. مستمرين وياكم بهذا الشهر الفضيل لتوزيع السلات الرمضانية ومعرفة أحوال الناس وش يطلبون من خلال شاشة صلاح الدين، أنا وزملائي أحمد وأثير وزميلي المخرج محمد. تعالوا ويانا نشوف حلقة جديدة وعائلة جديدة من أهلنا في رمضان. السلام عليكم. شلون حجي؟ شلون صحتك؟ هلا حجي جاسم، شلون اخبارك؟ والله يا مرحبا بك، ان شاء الله زين. والله الحمد لله ماشي. الحمد لله. احنا نشوف وضعيه الباشا وضعها صعب، يعني دائما بيوت متهالكه تعبانه، شلون وضعكم تحكي لي حجي؟ والله فهد وليد هذا بيت واقع تعبان، اي ايجار قاعدين بي وحالته تعبانه. عندي هذا الولد يشتغل هاي قدامك يبيع كرتون، هاي ابنك يعني يجمع كارتونات يبيع يوميا 7-8 وماشي الحمد لله. الحمد لله. ونشكر السيد المحافظ على المبادره. احنا بالنسبه لنا يعني دائما وياكم، وحقيقه يعني نتالم من نشوف هيك عوائلنا. هاي السله الرمضانيه تخدمك بهذا الشهر، لكن حجي جاسم تحكي لي يعني انتم يعني من قبل هذا وضعكم ما تطور، يعني هاي سنوات صار. شو تسوي يعني شو تسوي؟ اي ما تقدر. انا كان عندي راتب رعايه، اي توفت المره بال 2002، راح سقطتها من الرعايه وقصوا مني، وشرت 123. نعم. قصوا مني على 25 حوالي 6 شهور، بعدين رجع راتب 98. بعدين ولا ما قصوا رجع 123. نهايه 2001 رحت لقيت راتب مخصوص، يا بليش انت مطلوب، وصار 5 اشهر قاعد اخذ راتبي. يعني بال 21 قصدي. اي الثاني صار هذا لحد الان هذا انا مقطوع راتبي. نعم. هو 123. وقصوا؟ وقاصي. يعني هاي اتمنى ان شاء الله من خلال شاشه صلاح الدين، احنا اخوان ليش نجي نشوف عوائلنا؟ يعني نشوف شنو الاحتياجات؟ يعني شنو وضعهم بهذا الشهر الفضيل؟ شو يريدون من عندنا؟ الصوم، يعني احنا فوق ارتفاع اسعار المواد والخضر والفواكه، نشوف حالتهم. يعني الرعايه 123، هاي امام انظار الاخ استاذ طارق مدير الرعايه. يعني 123 وهم قاصي؟ يعني انا اتمنى ان شاء الله يشوفون باذن الله هاي الوضع. فرحت راجعتهم قال يا بنت مطلوب، يا مو ايش مطلوب؟ اي قال مطلوب 215. زين انتم صار 5 اشهر قاطع راتبي. وانا مسدد والله، سويت معامله وكملتها وانطيتهم اياه وبعد ما اعرف. هم من قصوا، هو مو قصوا، لازم انت توفي المقطوع ذاك الخمس اشهر المفروض يعني. لا هم يعني طلعنا عليه 215. نعم. قالوا تدفع له رجع راتبك. هسه دفعتها لو بعد؟ والله ولد صديق مثل وجهك. اي دائني قال لي مس عندك ناوشني 25 10 عادي يا بابا ساعدني. احنا شوف حجي جاسم ان شاء الله ما نعوفكم، الخيرين ما يعوفوكم، لان دا يشوفون هذا وضعكم وحالكم، وهاي السله ان شاء الله ما راح تحتاجون شيء بهذا الشهر. الله يديمك. قبل وين كان؟ قبل وين كنت؟ ببغداد مو؟ اي يعني. شلون كان رمضان ببغداد؟ رحمه هاي الايام الحلوه بالكار استاذ وليد، كل شيء بوقته ان شاء الله. طول العمر لك والصحه والعافيه، وان شاء الله بهذا الشهر الفضيل نتمنى نساعد كل الناس بإذنه تعالى. الله يبارك فيك أستاذ وليد. احنا يعني حقيقة يا حجي جاسم نشوف وضعية العوائل، يعني اليوم نشوف عائلة أصعب من عائلة، عائلة أصعب من عائلة، لكن أتمنى إن شاء الله أكون هناك
يعني مد يد عون فعلا حقيقية في هذا الشهر الفضيل يساعدون كل عوائلنا. إذن أعزائي المشاهدين نروح وياكم فاصل ونرجع نكمل أهلنا في رمضان. رجعنا لكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين وبرنامج أهلنا في رمضان، شهر الخير والطاعة إن شاء الله، شهر الرحمن وشهر العتق من النيران. يعني اليوم نفطر على كل عوائلنا، يعني فعلا يعني أكو فد يعني شيء نريد أتكلمه، أنه هاي العوائل كل سنة إحنا نتوجه عليها ولا جديد، يعني نفس العوائل المتعبة اللي تحتاج الكثير. يعني هاي أتمنى مثلا هسه إحنا هاي منطقة الباشا، يعني نقول مثلا بيها فد 100 بيت او 100 عائله، يعني هاي ال 100 عائله يعني يقدر اي مسؤول او اي معني ينقذ هاي العوائل الى بر الامان، يخلي لهم بيوت واطئه الكلفه. يعني هذه المناطق يعني فعلا متعبه. شهر رمضان تدرون شهر خير اخوان، يعني احنا نتجول على كل مكان حتى نشوف عوائلنا، نشوف عائله، ندخل على عائله نلقيها عائله اتعب من عائله. شهر رمضان كريم علينا وعليكم. علينا وعليكم ان شاء الله اجمعين. الله يسلمك. وين يازي جينا عليها خبر؟ والله الوالده ام خواله جاي داروها من مكسوره، نوبه تروح على المستشفى. هي اصلا كانت على عكاز مو؟ انكسرت اي والله النوب. وجبنا لها كرسي متحرك اتذكر. اي موجود الكرسي. اي لحد الان موجود. وعدها متعبه؟ اي والله استاذ. احمد مو؟ يا يعقوب. يعقوب انتم يعني كل سنة نجي واعتقد الناس شافوكم وسوالكم هاي، بس يعني بعدها متعبة، يعني مطبخكم انتو غراضكم، يعني ليش لحد الان ما سويتوا شيء؟ والله استاذ ان شاء الله جردت بيه شوي شوي. زين انتو شنو دا ياخذون اجار؟ نعم استاذ جاي ياخذ 350 بالشهر؟ اي ايش دعوة ليش؟ شو نسوي له؟ هاي انت هسه انت شنو ما غيرتوا شيء؟ انت جنتهم مو؟ اي جنتهم انا نعم. جل ما قطع منه لو شهر ما قطع. حد عمرنا هذا البيت ما قطع من عندنا لو شهر، يجي كل راس شهر ياخذ اجار. ليش؟ ياخذ اجار والله وجهتك جالس يسوي 150 150 ترى بس يودوا له الاجار لهناك للحلق ما بنودي له الاجار. تجي امتى تجي؟ يعني ليش شنو هو بيت متعب؟ هذا هو هذا بيت متعب. هاني خابر اجي علي يقول لك مو خرابه. ايه يقول لك انا اريد اجار. يعني بهذا الشهر الفضيل اخوان احنا يعني اتمنى احنا ليش نقول مساعده وصله رحم؟ يعني هي بيوت متعبه 350 يعني انتم هسه تطلعون اذا اكو شقق جديده ب 200 شقق جديده ب 200 يعني. اي والله يا عمي يعني هوايه ب 350 والله يا عمي وليد. عم تقول انا يعني تعلمت الغرفه العالم يعني تجيب لي وهذا لمود هذا. زين هسه شنو واردكم؟ شنو رجي شلون يشتغل؟ والله رجي بالمجاري يومي ما صلاح الدين. اي يومي 20 20 اي من الخير. يعني بس على هاي؟ اي والله بس على هاي، ما عنده لا راتب لا شيء، كل شيء ما عنده والله. انت كم طفل عندك هسه؟ انا عندي 3 والطريق. انت يا يعقوب ايش تشتغل؟ والله من بالمجال مصلاح الدين، نوبات نشتغل نوبات نقعد. اي والحمد لله على كل حال استاذ وليد. عايشين الحمد لله. احنا شوف هي اهم شيء في هذا الشهر الفضيل هي مساله القناعه مو؟ نعم. القناعه اذا كانت موجوده القناعه يعني الحمد لله، لكن احنا نريد من عندكم انتم تساعدون نفسكم. يعني انت مثلا تساعدين نفسك، تساعدين عمتك، تساعدين البيت، يعني هسه نشوف البيت مالكم غراض واطفال وهاي، يعني انتم رتبوا حالكم. يعني هاي بيوت فعلا فقيره، فعلا البيوت محتاجه. عشان الباشا هو كله فقير. اي كله فقير الباشا، بس يعني متعبه حتى غرفكم متعبه. متعبه. هسه على كل ان شاء الله هاي انتم بهذا الشهر الفضيل ما تحتاجون هاي. كل شيء جبنا لكم سله غذائيه. رحم الله والديك. ان شاء الله احنا هم راح نستمر وياكم دائما. رحم الله والديك. سلمونا على حجيت يازي. الله يسلمك. بس ترى هي قبل اسبوع دقت عليك وما جاوبتها انت، كثير دقت عليك. اي انا والله تدرين ملتهي اذا نصور. قالت ولا دقيت عليها. ان شاء الله هم امر عليها باذنه تعالى. وسلمونا عليها وان شاء الله شهر رمضان شهر مبارك علينا. تنسي على شهر رمضان بلشي. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين من خلال شهر رمضان المبارك نتجول على عوائلنا، واتمنى ان شاء الله نخلي لهم بصمه في هذا الشهر الفضيل، شهر الخير والطاعه. اذا احنا مستمرين وياكم في هذا الشهر الفضيل اهلنا في رمضان. ان شاء الله في هذه الايام المباركات
نتمنى هذه أمنية أنه ما يبقى فقير والكل نساعدها في سبيل أن نعبرهم إلى بر الأمان. بالنهاية شكر موصول لزملائي أحمد وأثير، شكر موصول لزميلي المخرج محمد الدوري. ألتقيكم في أهلنا في رمضان، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.